أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله، يعني مثل القائم بحدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وده يا جماعة حديث صحيح، وأنا دار أعلق عليه بس 3 دقائق إن شاء الله، وافتح المجال للشيخ مزمل حفظه الله تعالى. الحديث ده يا جماعة باختصار شديد جدا، ناس دخلوا سفينة، والسفينة دي فيها طابقين، طابق فوق وفي محل تحت، طابق تحت أو محل تحت، والناس رموا القرعة استهموا، في ناس قعدوا تحت وناس قعدوا فوق. الناس التحت ديل لما يعطشوا ودارين يشربوا بيطلعوا فوق للطابق الفوق ويرموا الدلو ويجيبوا المويه وينزلوا تحت يشربوا، لأنهم تحت ما في محل، بيطلعوا فوق وبيرموا الدلو بعد ذاك بيشيلوا. قالوا: نحن بدل كل مرة الناس ديل نزعجهم، ومرات بالليل واحد يعطش ونزعج الناس ديل، نحن منقيد بتحت المويه دي، نجازفها بتحت يعني، نقيد بتحت والمويه تجي داخله نشرب، والناس ديل ما في داعي نزعجهم. قال: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. لو الفوق قال لهم خلاص قدوا ما تزعجونا، السفينة بتغرق ولا بتغرق؟ بتغرق. ولو أخذوا على أيديهم قال لهم ما تتحسسوا، الموضوع ده عادي، وتعالوا فوق، وحتى لو نص الليل ما مشكلة، وكذا وكذا. قال: ولو أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. الحديث ذا المثل ذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضربوا ليك لجسمين، واحد قائم بحدود الله، زول مستقيم هو في نفسه ويدعو غيره إلى الحق، والثاني زول واقع في المعاصي. الواقع في المعاصي هو الناس التحت دل، والزول المستقيم الفوق ده، وده التحت ده لو خلوه ساي بجد السفينة والناس كلها شنو؟ بتغرق. بس البلد دي بالطريقة دي نفس الشغلة، هس في ناس قاعدين يقدقدوا تحت، الصوفية دي شايلين لهم مرزبة مكة، شوف ده، وشواكيش شغالين، وناس الحوت وفرفور ديل بترموا بإبرة يعني برضو بجدوا، لكن المهم شوية شوية غايته، والله أعلم شوية وكثير، لكن أي ناس قاعدين يقدقدوا ونحن واقفين في السلم، نسأل الله يجيرنا، نقول لديل قيفوا يلموا فينا عطالة، قاعدين يتفرجوا يشربوا في الجبنة، يقول لنا خلون على راحتهم، ما بقدوا بغرقوا الشغلة دي كلها، انتوا بتغرقوا الشغلة دي، بتغرق يا جماعة. عشان كده نحن يا البلد دي كل يومين قايم لنا زوا، السامس أول أمس ماشيين على اللاماب، واحد شغل لنا مقطع جايبين نزول جادع شريط ومبلبلة وساوي لغاء وباسم الدين، قال نحن جدنا نبي اسمه سيدنا السودان، قال والله دي جديدة كرت، جابه كرت ده بيجاي بشرة ذا قاعد يحلف لون، اقسم بالله وسجم امك يا شمرخوخ. معقول يا جماعة؟ في شيطان بيقول له سجم امك؟ أمه ذات تلم فيها وين؟ ونحن ما لامين فيه، وخلي أمه عشان نلم فيها كلهم دارين شلاليت وبلاوي في البلد دي،
ده غير بيجاي عمك ده ما شايفه كل اسبوع بينبح، هسه بكون بحضر بسخن عشان بعد شويه ينبح لنا. بلد كلها جايطه يا جماعه، المساجد اغلبيه المساجد، معلش انا قلت ثلاثه دقائق بزيد دقيقتين اتحملوا شويه. أزول المساجد دي شت الا ما رحم ربي، اغلبيتها مكتوب يا افطات ممنوع الحديث. ممنوع الحديث في شنو؟ عليك الله حصل لقيته يا افطه مكتوب ممنوع الحديث في الكوره ما في، ممنوع الحديث في السياسه لا ما في، ممنوع الحديث في الفته لا ما في، ممنوع الحديث في الله واحد، الله واحد في السودان ده ممنوع الحديث. دي ما غرقت السفينه؟ هسي دي ذاته التقوه كيف؟ ولذلك بتلقى الابتلاءات زي دي. وانا والله ما قاعد اتعجب، لانه يا جماعه ناس واقفين صفوف بدل الناس تنكسر لله اللي عندها الرزق، عيش بجنيه العيشه وحفله للدلمين بخمسين جنيه، هسي دي حلوها كيف؟ والله العيشة بجنيه وكيس الصعود بخمسة جنيه، ناس يسفوا وناس يأكلوا وبلاوي، وتتكلم في الدين في أي مكان الناس دي متضايقة، تمشي الجامعات يعاينوا لك ويقولوا الزول عمك بدقن ده جاي من وين؟ تقول انت وقعت من كتاب تاريخ ولا جاي من العصر الحجري ولا جاي من وين؟ تخش ناس مثقفين ودكاترة وكذا تقعد في نصهم تقول لهم قال الله بندرسه، مما تقول لهم قال الله يعني مثقف لو قعدت معه قلت له حقيقة في هذه الأطر ثم إني أرى بمنظور مستوي وملتف، بتكيف منك كلام شائز أو ما فيه أي فائدة كله زقاقات زاي، مما تقول الله قال الرسول قال أقوى كلام يتضايقوا منك يعني لك بطرف عين يقول لك شوف ناس الله قال دين لياسي. هسه قبل اسبوع راكبين في ترحال ولا عربيه اجروها بعض اخواننا ركبنا معاهم، واحد شغال في الرادي واحد اتصل به قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له معاك حذيفه، تفضل يا حذيفه معانا البرنامج واللقاء عن الختان. الختان قال لهم يا جماعه حذيفه ده قال لهم الرسول قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل، اذا في ختان ورسول قال كذا اذا التقى الختانان وجب الغسل، والامام مالك قال والشافعي قال والامام احمد مذهبه كذا والامام ابو حنيفه مذهبه كذا، جاب لهم الائمه الاربعه وجاب لهم مجموعه من الاحاديث. تمت المكالمه طوالي استلم الدكتور ساوين لقاء مع دكتور، قال طبعا انا طبيب لكن برضو انا متفقه يا حذيفه، من البدايه خربها، قال له انا طبيب لكن برضو انا متفقه، يعني بدا يشكر في شنو؟ في نفسه. بعد ذلك قال له يا حذيفه والله الذي رفع السماء، قال له الكلام ده باللفظه دي، قال له الاحاديث اللي جبتها دي بنرد لك عليها حديث 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 حديث، يرد على الرسول عليه الصلاه والسلام وبلبل ولولو في البلد دي. ناس يا اخي عليك الله لا يحاربوا اليهوديه لا يحاربوا النصرانيه، الكتب المحرفه والديانات الباطله التي حرفت وخالفوا المنهج القويم، ناس لا يحاربوا الشرك ولا البدع ولا يحاربوا المجوسيه ولا يحاربوا الضلال ولا يحاربوا حتى الايدز ذاته، يحاربوا في الدين ودارين الله يفتح عليهم امور تمش والزلابيه تبقى رخيصه والباسطه تبقى يا زول شغله طويله. عشان كذا انا بنصح اخواننا ديل والله نصيحتين بس. النصيحة الأولى الناس شفتها بس تعتمد على الله وحده لا شريك له في كل الأحوال وتقنع من إنه زول ناصرة، زول الدعوة دي بس يشيلها يخدها في رقبته برا وكذي بس وشوك دربه. دي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية يا جماعة ما في وقت للنوم ولا في وقت للراحة، بلد دي خلاص شغلة غرقانة والله يلحقوا ساي، بس الناس ترمي في المراكب والحاجات عشان الناس تاخذ بايدي بعض حتى ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. الا ما رحم ربي، الكلام يطول، نفتح المجال لمن بعد ان شاء الله.